ايه ده؟ انت جايبها بنفسك يا عم سليمان؟ ما كان اي حد يجيبها وخلاص. وانا بديك الساعة يا ابني لما اعملها لك بايديا واقدمها لك بنفسي. بس انا مش عايزك تشيل الهم، بيبان عليك قوي. العمال قبضوا مرتباتهم يا عم سليمان؟ قبضوا وبيدعوا لك. البنك بعت انذار بالحجز على المصنع لو ما سددتش القرض في الميعاد المستحق ليه. علشان كده بقى قافل على نفسك ومش طايق حد. انا عمري ما خدت قروض من البنوك يا عم سليمان، عمري ما مشيت في السكه دي خالص. معلش يا ابني تتدبر ان شاء الله. احنا لينا بضاعه بره كتيره قوي ما اخدناش فلوسها. الفلوس قيمتها في وقتها، وانا لازم اسدد القرض في خلال 10 ايام. طيب ما تسافر للناس بتوع بره وتحكي لهم ظروفك، واكيد هم هيقدروا. انت ياما وقفت جنبهم. انا عمري ما عملتها يا عم سليمان، ولا الحاج الله يرحمه عمره عملها. هو انت رايح تستلف؟ ده حقك. ماشي يا عم سليمان، هشوف هشوف. مساء الخير. انا اسفه يا عمري اني جيت لك كده فجأة، بس اصل في موضوع مهم جدا لازم اقول لك عليه. لا كويس انك جيتي، عشان انا كمان عايز اكلمك في موضوع. طب ممكن تسمع موضوعنا الاول؟ لا يا استاذه، انا اللي هتكلم الاول. هقول كل اللي عندي، ولو اتبقى كلام عندك ابقى قوليه. في ايه يا عمرو؟ انت بتزعق كده ليه؟ بزعق كده ليه؟ انت ضيعتيني يا استاذه، ضيعت 50 سنه انا وابويا الحاج طلب الله يرحمه بنبني في المصنع ده، واخرتها وبسببك اتفضلي البنك بعت يعجز على المصنع. كل ده ليه؟ عشان الاستاذه تبقى نجمه مشهوره وتطلع في التلفزيون وتبقى صاحب القناه الفضائيه. عملتوا ايه بالفلوس اللي خدتها مني؟ انت بتقول ايه يا عمرو؟ انت اكيد مش طبيعي. ايوه مش طبيعي. انا اقبل اقبل وحمارني طلعت واحده زيك. عملت ايه بس يا عمرو؟ ها؟ عملت ايه بالملايين بتاعتي؟ اقول لك انا. اتفضلي يا استاذه. 3 مليون جنيه للشيخ امام راتب الدعايه الديني والمشرف على البرامج الدينيه. 7 مليون جنيه عشان لاعب كوره بيقدم برامج رياضيه. والراقصه زيزي بتقدم مسابقه رقص. واخده كام بقى الراقصه زيزي؟ اقول لك؟ برضه 3 مليون جنيه. البرامج دي كلها بتجيب اعلانات، واحنا ما مضيناش مع حد غير لما اتاكدنا ان اللي هياخده هيجيبه. وفين بقى الفلوس اللي جابوها؟ الشركات متاخره في الدفع، بس اكيد هيدفعوا. هيدفعوا امتى بقى؟ لما يتحجز على المصنع؟ ولا لما اخش السجن؟ امك فعلا كان عندها حق. ايوه لما قالت لي ان انت هتدخليني السجن. بقى الواد الصيح الوسخ ده يعمل كده؟ طيب يا نصحي طيب، تصدق بالله يا باشا قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. والله وما ليك عليا حلفان، انا ما مخليه لا هو ولا عياله عاوزين حاجة. ده سحب مني فوق ال 15,000 جنيه. انا قايل لك قبل كده يا حمدي الواد ده مش هيجيبها لبر. خلاص يبقى سيبهولي انا يا باشا. شوف طمع بني ادم، يعني لو كنا سبناه مرمي في الصحراوي لحد ما يطلع في الروح مش كان بقى احسن؟ يهرجني كده مع سعادتك. انا عندي مشاكل الدنيا والاخره يا حاج حمدي، ومانيش فاضي للصرصار ده. انا عارف يا باشا، الله يكون في عونك. ده انا حتى كلمتك يجي كذا مره كده الاسبوعين اللي فاتوا، وسعادتك قفلت عليا. قلت اكيد سعادتك في اجتماع ولا مشغول شويه. لا لا انسى نصحي ده خالص، وان سمعت اسمه ولا عدى على خيالك مره تانيه يبقى لا مؤاخذه جبني هنا وتف في وشي. اتكلم بقى الست هانم قول لها ان الموضوع خلص خالص. ريحني بس. الو. ايوه يا فارس، مودي وحش جدا. ما انت عارف ليه؟ لا ما قلتش لعمر، يعني ما لقيتش فرصة. ثانية واحدة معايا. ايوه يا فارس. لا 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 انسي الموضوع ده خالص، انا خلصته خلاص، مش هتشوفي الواد ده تاني. ملكيش دعوه بقى. ما تقوليش كده يا حبيبتي ولا يهمك. هو انتوا ليكوا غيري؟ انا بس قلت اطمنك قبل ما تنام. تصبح على خير. و...
والله خير ما عملت يا سعادة الباشا. ومش هي بس لازم تنسى الموضوع، انت كمان لازم تنساه. لا 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 لا، انا صحتك كده مش عجباني. ما بنامش يا حاج حمدي. وده ينفع ده يا باشا؟ امال احنا اخدنا الشقه اللي لازقه في المكتب ووضبناها وفتحنا الباب السحري اللي ما بين الشقتين ليه؟ عشان تخش تقيل لك ساعه وقت ما تحب، تفرد جسمك وتنسى كل حاجه. صدق يا باشا انا عملت زي سعادتك عندي في المكتب. جرالك يا حمدي؟ استاذن انا يا باشا عشان سيادتك تريح يعني. بالحق يا باشا في موضوع كده ما كنتش عاوز اشغل سعادتك بيه. عموما انا سايبه عند الاستاذ جمال السكرتير، لما سيادتك تروق ابقى تطلع عليه. حاضر يا حاج حمدي، حاضر. تصبح على خير يا باشا، ربنا يعلي مراتبك كمان والكمان. يا سلام. بتعمل ايه يا عمرو؟ مسافر يا فريدة. مسافر فين؟ رايح جولة في الخليج. ليه؟ عندي فلوس هناك وبالمرة ادور لي على شريك يخش معايا في المصنع. عمرو انا اسفة، انا طول عمري عاوزاك تبقى احسن واحد في الدنيا، واذا كان على القناة القناة شغالة كويس، الحكاية مسألة وقت بس. فريدة انا من رأيي نأجل الكلام في الموضوع ده لحد ما ارجع. انا مش عاوزاك تسافر وانت زعلان مني. يا فريدة انا مش زعلان منك، انا زعلان من نفسي. انا واضح ان احنا كان لازم نحط دستور من اول يوم نمشي عليه، بس واضح كده ان احنا استعجلنا في كل حاجه، اتجوزنا بسرعه وخلفنا بسرعه كمان. انت جاي تقول لي الكلام ده دلوقتي ليه؟ حصل ايه ده كله؟ فريده لما جينا خلفنا اولادنا اتحايلت عليك عشان نسلم واحد من الاولاد على اسم ابويا طلبه ان احنا عايشين بخيره. قعدت تريقي عليا وتقولي يا سلام حد بيسمي طلبه دلوقتي، وفي الاخر سميتهم على اسم اخواتك. عارفه يا فريده لو رجع بيا الزمن هسمي ابني طلب. انا اسفه يا ابو طلبه، حقك عليا بقى يا ابو طلبه. طب ورحمه الحاج طلبه؟ ما انت ماشي وانت زعلان مني يا شيخ.